تحية لكم مشاهدينا الكرام، الرابعة عصرا في استوديوهات قناة النيل للأخبار بالقاهرة، بانوراما إخبارية شاملة معكم في شقها الأول نرمين خليل وعلي مبارك. ونبدأ معك نرمين. شكرا علي، مرحبا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حريصة على إقامة علاقات وثيقة مع كل دول العالم. جاء ذلك في حديث أدلى بها الرئيس السيسي لإذاعة أوروبا واحد، حيث شدد أيضا على أن الدولة حريصة جدا على توفير مناخ لكل المصريين أيا كانت أفكارهم حتى لو كانت مختلفة، موضحا أن المشكلة هي أن أصحاب تلك الأفكار يجب أن يظهروا رغبتهم في العيش معنا دون فرض فكرهم بالقوة. ووصف السيسي فكر الإخوان بأنه لا يقبل حلولا وأنه قد تم اختباره في السنوات الأخيرة، كما شدد رئيس الجمهورية على أهمية أن يتعامل الخطاب الديني مع الواقع ويواكب العصر ويطور الإنسان ولا يصطدم به، فلا أحد يناقش العقائد، فالعقائد مستقرة وثابتة. رأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية قداسا لتأبين شهداء مصر الذين قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا. أقيم القداس في القاعة الكبرى بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية، وحضره كبار أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وعدد من أسر الشهداء ومئات الأقباط. وقد كلف البابا تواضروس عددا من الأساقفة بإقامة قداسات بكنائس مسقط رأس الشهداء، وذلك لمدة 3 أيام اعتبارا من أمس الاثنين. وكان البابا تواضروس قد وصف الضربات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بأنها أثلجت قلوب المصريين. وللمزيد من المتابعة معنا قداسة الأب بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية. قداسة الأب بولس حليم، كيف تصف الأجواء اليوم في ظل ما قامت به الدولة من ضربات سريعة ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا انتقاما لشهدائنا شهداء مصر على أيدي هذا التنظيم الإرهابي؟ هي يعني مصر كلها وكل مواطن مصري شعر كويس جدا انه له في قلب الوطن مكانه وله عند القياده بتاعته مكانه كبرى وانه دمه ما بيروحش هدر. مش الموضوع ضربه جويه، لكن الفكره كلها في ان القاده المسؤولين عن البلد وعلى راسهم السيد الرئيس فور التاكد من حادث الاجتهاد على طول كان في شعور بالمسؤوليه وتحملها وطلع على الجماهير ووعد بانه ياخد حق الشهداء دول. كل الامور ديت الدوله كمان مشكوره قامت بدور قوي جدا ان هم لبوا نداء الرئيس بان حد يروح القريه علشان يواسي اسر الشهداء. كل دي كانت امور كويسه جدا وادت شعور بالرضا. نيافة الأب، أرجو أن يعني تشرح لي حجم التعازي الذي قدم من الدول العربية ودول العالم والاستنكارات لهذا الحادث الأليم. بابا روما اتصل وبطريرك إثيوبيا اتصل، ده على المستوى الديني والمستوى الكنسي. فضيلة الإمام الأكبر بنفسه جه، ووزير الأوقاف وفضيلة المفتي، كمان الدولة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن اتصل. كتير جدا من الدول استنكرت. النهارده وزير الدفاع الفرنسي كان موجود صباح اليوم للتعزيه. حتى ان كانت يعني طبعا الولايات المتحده وغيره وغيره معظمهم استنكر الحادث الاليم دوت والصعب والمرير دوت. كان في تعاطف دولي وشعبي على مستوى كبير جدا سواء داخل مصر او خارجها. فيما يتعلق بالصلاة، هل الصلاة على أرواح الشهداء مستمرة أكثر من اليوم؟ وبكرة يعني هو 3 أيام في الكرة بتاعت سمنلوط والمنيا. والنهاردة بس في الكاتدرائية المرقصية كان قداس عام الكنيسة كلها يرقص قداسة البابا تواضروس. أشكرك شكرا جزيلا نيافة الأب بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية. كما استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية اليوم وفدا رفيع المستوى من المسؤولين الليبيين لتقديم العزاء في 21 مصريا الذين قتلهم تنظيم داعش في ليبيا.
ضم الوفد عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء الليبي ومحمد فايز جبريل السفير الليبي بمصر وعاشور بوراشد مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية. يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أعلن أمس الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا. أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محي الدين عفيفي أن الأعمال التي ترتكبها الجماعات الإرهابية لا تمت للإسلام بصلة، وأن الأزهر يعمل على إيضاح حقيقة تلك الجماعات. من ناحية أخرى أكد حقوقيون أن الأزهر والكنيسة يظهران نموذجا للتعايش بين المسلمين والمسيحيين، مشيرين إلى ضرورة إظهار مخاطر الإرهاب على مصر لدى كل دول العالم. بعد الحدث الإرهابي الغاشم الذي تعرض له المصريون في ليبيا، أصبح من الضروري وقوف جميع أطياف الشعب المصري سواء مسلمين ومسيحيين ضد ما تتعرض له البلاد من أخطر. الأزهر الشريف أكد على أهمية تفنيد الفكر الإرهابي، بحيث يتم تخصيص خطب أيام الجمعة لنشر الأفكار الإسلامية الصحيحة. أن هذه الأعمال لا تمت للإسلام بصلة، وأن هذه الجماعات لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول أن هذا من أعمال المسلمين. نحن نعمل على بيان حقيقة هذه الجماعات الإرهابية، وأنها تستهدف ضرب الاستقرار في مصر، وأنها جماعات مأذورة، وللأسف الشديد تم استخدام تلك الجماعات باسم الإسلام أولا لتدمير الإسلام والمسلمين من ناحية، ولاستهداف البلاد الإسلامية، ولعل من أبرز هذه البلاد يعني مصر. الخبراء شددوا على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ورفض كل المحاولات الفاشلة للتقسيم والفتنة بين أبناء الوطن، مؤكدين ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي عن أخطار الإرهاب التي تتعرض له مصر. فحينما تلم الشدائد وتلم الملائم علينا، يخرج علينا الأزهر الشريف والكنيسة القبطية ليكون نموذجا للتعايش، وأيضا لضمد جراحات المصريين حينما يقعون في كارثة من الكوارث مثل ما حدث في إعدام داعش 21. يشهد العالم ويعلم العالم أن مصر تواجه إرهابا أعمى، إرهابا أسود. لن يطال مصر فقط، وإنما نحذر أوروبا أن لم تقفوا مع مصر في حربها ضد الإرهاب، سوف يكون الإرهاب في عقر داركم. إظهار صورة الإسلام الصحيحة ومواجهة الأفكار المغلوطة وتعزيز روح الانتماء في نفوس أبناء الشعب المصري وترسيخ قيم المواطنة أمور لابد وأن تتكاتف أجهزة الدولة من أجل نشرها حتى تمر البلاد إلى بر الأمان. أشرف إبراهيم، النيل. أكدت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني تضامن الاتحاد مع مصر حكومة وشعبا بعد الجريمة الإرهابية بحق المصريين في ليبيا. ومن جانبه أعلن المتحدث الرسمي لعملية كرامة ليبيا أن الضربات لعناصر تنظيم داعش ستستمر بشكل فاصل وحاسم، فيما أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثاني أن بلاده تنسق بشكل كامل مع مصر في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي. وما زالت تتواصل الأصداء الإيجابية للضربة الجوية التي شنها الجيش المصري ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ردا على مقتل 21 مصريا ذبحا على يد تنظيم داعش بعد اختطافهم في مدينة سرت في خطوة أثلجت صدور جميع المصريين. القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت عقب إذاعتها لقطات مصورة للضربات أنها حققت أهدافها بدقة، وعاد نسور مصر إلى أرض الوطن سالمين، وحذرت من مغبة المساس بأمن المواطن المصري سواء في الداخل أو الخارج. بدوره أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني أن بلاده تنسق بشكل كامل مع مصر في مواجهة التنظيم، وحمل المجتمع الدولي المسؤولية، مشيرا إلى أن بلاده حذرت كثيرا من تنامي وجود داعش في ليبيا، ولكن المجتمع اكتفى بمحاربته في سوريا والعراق ويتجاهله في ليبيا، مؤكدا وجوب تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك لمواجهة داعش في ليبيا. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا المصريين مسلمين ومسيحيين إلى وحدة الصف والتكاتف في وجه أي خطر، خلال تقديمه واجب العزاء في ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. السيسي أعرب عن مواساته لأسر الضحايا، مؤكدا أنهم سيلقون كامل الاهتمام والرعاية من كافة أجهزة الدولة المعنية، وأن تعاضد المصريين مسلمين ومسيحيين هو السبيل الوحيد الذي يكفل سلامة الوطن ودحره للإرهاب.
في غضون ذلك قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب صرف 100,000 جنيه لكل أسرة شهيد سقط في جريمة داعش النكراء في ليبيا، كما سيتم إصدار قرار بصرف معاش شهري لكل أسرة. وعلى الصعيد العربي، أعرب مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالرياض عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بحق المصريين. أما على الصعيد الدولي، أدان مجلس الأمن بالإجماع الحادث ووصفه في بيان بأنه عمل جبان ومشين يظهر مجددا وحشية التنظيم، كما أدانته مفوضية الاتحاد الإفريقي مطالبة المجتمع الدولي بضرورة ضبط مقترفي تلك الجريمة المروعة وإحضارهم للمثول أمام العدالة. كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية إلى الرئيس السيسي عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع في ليبيا، مؤكدا ثقته التامة في أن مرتكبي هذه الجريمة البشعة سينالون عقابهم واستعداد روسيا للتعاون في مكافحة الإرهاب. ومتابعة للوضع في ليبيا، ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق. سيادة اللواء، إلى أي مدى يمكن لعمليات الجيش الليبي أن تحقق تطور على الأرض، خاصة بعد الضربة الجوية المصرية التي استهدفت مواقع تمركز التنظيم على الأراضي الليبية؟ أنا أتوقع أن احنا يعني عملنا كرأس السهم لهذه القوات بالضربة الجوية اللي تمت فجر أمس وقضت على عدد كبير من الإرهابيين في المنطقة وعلى مخازن الذخيرة بتاعتهم والألغام المختلفة والأنواع المختلفة من الذخيرة والسلاح. فدي مقدمة جيدة لقوات حفتر إن شاء الله إن هم برا بقى يقدروا يقضوا على بيت المعسكر اللي موجود عندهم أو المجموعة اللي هي كانت في المنطقة برنا دي. طيب بإذن الله. طب دكتور عبد المنعم، هل تتوقع أن تقوم مصر ربما بإعادة ضربة جوية أخرى للأراضي الليبية؟ أنا ما أقدرش أقول ما احتملش، إنما يعني محتمل جدا إنها تقوم إذا تطلب الأمر ذلك. طيب، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل تحالف دولي لمواجهة تنظيم داعش على الأراضي الليبية، إلى أي مدى يمكن أن يشكل خطوة لفرز يعني القوى الإقليمية والدولية المساندة لمصر في حربها ضد الإرهاب بشكل فاعل؟ أنا شايف إن هي دي طلب مهم جدا، وعشان كده يمكن السيد وزير الخارجية مسافر إلى الأمم المتحدة يحضر هناك دعوة في الأمم المتحدة ولمناقشة موضوع الإرهاب، ومن ضمن المطالب اللي يعني أعتقد أنه هيتقدم بها هناك أنه يتكلم على حادث فرنسا، لأنه هو ده السبب أنه هم بينعقدوا لا، ويجيب كمان سيرة اللي حصل عندنا هنا في ليبيا وفي المنطقة، ويدعو إلى ما حضرتك بتطلبيه كده أن يكون هناك تعاون دولي لمحاربة الإرهاب. طب هل بتتوقع حضرتك أن تجد هذه الدعوة صدى لدى بعض القوى الإقليمية؟ يعني ربما موقف الولايات المتحدة تحديدا وهو ما أعنيه حتى هذه اللحظة غير واضح المعالم. أنا سمعت أن هي في امبارح بس بتقول أن هي يعني هتطلب دعم الدول لتشكيل عمل أو قوة أو كذا لمقاومة الإرهاب على مستوى العالم، لأنها بدأت تتحرك نتيجة اللي هم يعني في مثل كده بيقول لك يا رب العفريت فيطلع له، فهو اللي ربه العفريت، فالعفريت ده هيطلع لهم برضه. فمعنى كده ان هو يعني عنده الأمل، أو هكذا بيقول انه عايز يشارك ويعمل تشكيل دولي لمقاومة الإرهاب على مستوى العالم كله. يبقى شيء جميل يعني لو قدرنا نوصل إلى هذا، حشد يعني يحشد كده المجتمع الدولي كله لمواجهة الإرهاب. نشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق. أكد وزير الزراعة عادل البلتاجي أن الصيادين المصريين المفرج عنهم البالغ عددهم 21 صيادا تحركوا بالفعل من مصلات الليبية متوجهين إلى أرض الوطن. كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قد شكلت غرفة عمليات لمتابعة أحوال الصيادين الذين يعملون في ليبيا حتى العودة، وناشدت جميع الصيادين الموجودين هناك بسرعة العودة حفاظا على أرواحهم. كما حذرت جميع الصيادين
المصريين بعدم التوجه إلى ليبيا، وكان الصيادون المحتجزون قد دخلوا المياه الإقليمية الليبية بطريق الخطأ وتم احتجازهم للمخالفة. قال مدير معبر سلوم البرية اللواء محمد متولي إن المعبر استقبل 255 مصريا عائدا من ليبيا حتى مساء أمس الاثنين، مشيرا إلى أن المعبر في حالة طوارئ واستعدادات قصوى لاستقبال أي أعداد عائدة من الأراضي الليبية. أضاف متولي أن حركة عودة المصريين من الأراضي الليبية تسير بمعدلات عادية، ولم يكن هناك نزوح جماعي للمصريين المقيمين في ليبيا على خلفية استهداف الجماعات الإرهابية المسلحة للمصريين على يد تنظيم داعش الإرهابي. يواصل وزير الخارجية سامح شكري مشاورات تمهيدية في نيويورك مع سفراء كل من السعودية والأردن والبحرين والإمارات في إطار الاستعداد للجلسة الطارئة لمجلس الأمن المقررة غدا الأربعاء. وعقد شكري في وقت سابق اجتماعا مع مندوب الأردن باعتباره العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن الدولي، ومع مندوب ليبيا للتنسيق للتحرك المرتقب بمجلس الأمن لبحث الحادث الإرهابي وتداعياته وسبل مواجهة خطر الإرهاب في ليبيا. كما أكد وزير الخارجية أن الغارات التي نفذها الطيران المصري هي جزء من حق مصر للدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن التنظيمات المسلحة في ليبيا تتلقى دعما غير محدود من بعض الدول دون أن يسميها. تستضيف واشنطن اليوم أعمال قمة مكافحة الإرهاب التي تعقد في البيت الأبيض على مدى 3 أيام، وستبدأ القمة بمائدة مستديرة يشارك فيها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ممثلي المجتمع المدني والمدن الأمريكية والأجنبية. ومن المقرر أن يلقي الرئيس باراك أوباما غدا الأربعاء كلمة في إطار أعمال القمة التي ستركز على الجهود الدولية لمنع الجماعات المتطرفة وأنصارها من جذب وتجنيد أفراد أو جماعات داخل الولايات المتحدة أو خارجها لتنفيذ أي أعمال إرهابية. وللمزيد من الرأي والتحليل معنا عبر الهاتف من واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية. دكتور، ما الهدف من عقد مثل هذه القمة الآن؟ وهل تتوقع أن تخرج بقرارات قوية لمكافحة الإرهاب كما يتمنى العالم في ظل الأعمال الإجرامية للإرهاب في الأيام الأخيرة؟ هي تخرج بتوصيات، يعني يجب مثلا التعاون ما بين دول العالم المختلفة على اختلاف أنظمة حكمها في محاكمة في محاربة الإرهاب. توقيتها أن العالم بيعيش ظاهرة الإرهاب، لكن من الناحية العملية في مشاكل هنا في واشنطن. هناك خلاف ما بين أوباما والكونغرس الجمهوري حول دعم ميزانية أحد الوزارات المعروفة باسم وزارة الأمن الداخلي. وزارة الأمن الداخلي هي الهيئة المسؤولة عن تأمين سلامة المدن والمنشآت في أمريكا، فإزاي يكون هناك خلاف عن ميزانية وبيهددوا بإغلاقها؟ ومن ناحية ثانية هيبقى في مؤتمر للقمة حول الإرهاب، فالأمر متعلق أكثر مش بالتصريحات أو بمؤتمرات القمة، بالسياسات الفعالة ووجود دعم مادي كافي في الحرب ضد الإرهاب. يعني اجتماع مائدة مستديرة مع ممثلي المجتمع المدني والمدن الأمريكية والأجنبية، هو معني بالأساس بمكافحة الإرهاب على الأراضي الأمريكية ولا ينظر إلى الإرهاب في مختلف دول العالم؟ ده سؤال مهم. هو يعني في الجلسات الأولى حركزوا على الإرهاب كظاهرة بتهدد أمريكا نفسها. الغرض من المجتمعات من منظمات المجتمع المدني يبقى في وعي من ناحية الجمهور خاص بمحاربة الإرهاب، خصوصا مثلا الإرهاب بيحاول أن يجتذب شباب من أقليات من طبقات محرومة وغيره، فالبعد المجتمعي مهم، لكن أهم حاجة يبقى في سياسات ناجحة، أهم حاجة يبقى في ردود حاسمة على ظاهرة الإرهاب. لأن امبارح محطة CNN أجرت استطلاع وقالت تقريبا أن حوالي 58% من المواطنين الأمريكيين بينتقدوا أوباما بسبب إدارة الحرب ضد داعش. يعني في هنا غضب امريكي حول البيت الابيض بسبب موقفه تجاه داعش. وهنا ايضا في الشرق الاوسط انتقاد ربما يصل الى حد الغضب لعدم وجود دور فاعل للولايات المتحده في مقاومه الارهاب وتحديدا تنظيم داعش. هل هذا المؤتمر يعني من الممكن ان يخرج بتوصيه قويه
للإدارة الأمريكية لكي تقوم بدور أكثر فعالية في مواجهة هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية؟ من المتوقع طبعا هيبقى في توصية، أهم حاجة السياسة، لأن الأسبوع الماضي شهد تناقض ما بين جنرال جان ألن اللي صرح أنه هو على استعداد لشن حملة أو حرب برية على داعش في العراق وسوريا تقضي عليهم في حوالي 3 أسابيع، وبعدين أوباما قال أنه هو هيقدم مشروع للكونجرس يصير حق باستخدام صلاحياته كقائد على القوات المسلحة لمدة 3 سنوات، وبعدين إحدى عضوات حزبه نانسي بلوسي من الكونجرس تقول لا يمكن الكونجرس إمرار هذا المشروع. فمن الواضح أن أوباما بيتخبط وما عندوش أي نظرة واقعية كيف يتعامل مع داعش، ودي طبعا سبب مشكلة دي. أستاذ دكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية، أشكرك شكرا جزيلا من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ويشكل تنظيم داعش الإرهابي تهديدا شاملا للدول العربية والغربية على حد سواء، وهو ما يتطلب عملا دوليا مشتركا لمواجهته والقضاء عليه، خاصة مع خشية المجتمع الدولي من امتداد نفوذه. أثار هذا التنظيم بجرائمه الإرهابية البشعة اشمئزازا وإدانة دولية واسعتين، وقد زادت قسوة هذا التنظيم الإرهابي وخطورته بعد سيطرته على مناطق شاسعة من العراق وسوريا. مع توالي جرائم تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وقبلها في العراق وسوريا، تتزايد الدعوات لتكثيف الجهود الدولية من أجل محاصرة هذا التنظيم الإرهابي وتجفيف مصادر تمويله والقضاء عليه. العالمان العربي والإسلامي كانا على موعد وصف العام الماضي بعد اكتساح مسلح داعش مناطق عدة في العراق وسوريا في ظل غياب تام للسلطة التنفيذية هناك. رد الفعل الدولي جاء سريعا بالإعلان عن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة في أغسطس من عام 2014 عبر شن غارات جوية ضد معاقل التنظيم في العراق ثم لاحقا في سوريا. وفي ختام مؤتمر إقليمي للحرب ضد الإرهاب أوائل شهر سبتمبر الماضي عقد بمدينة جدة السعودية، أعلنت 10 دول عربية من بينها مصر التزامها بالتعاون مع واشنطن للحرب ضد تنظيم داعش. وعلى هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي بسويسرا خلال شهر يناير الماضي، دعا الرئيس السيسي العالم إلى حرمان الإرهابيين من الوصول لشبكات التواصل الاجتماعي منعا لنشر التطرف والجريمة. وفي 14 فبراير الجاري أصدر مجلس الأمن قرارا دوليا لتجفيف المنابع المالية لتنظيم داعش وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة. العاصمة الأمريكية واشنطن تستضيف في الشهر الجاري مؤتمرا دوليا ضد الإرهاب بحضور وزير الخارجية سامح شكري، والذي يستعرض جهود مصر في الحرب ضد هذه الظاهرة خصوصا في سيناء. ضحايا جرائم داعش لم تقتصر على عناصر الجيشين العراقي والسوري أو الموالين لهما، بل امتدت لتصل إلى ذبح أبرياء مدنيين، تنوعوا بين صحفيين وعمال إغاثة أجانب، انتهاء بجريمة مقتل 21 مصريا في ليبيا. وأمام هذه الجرائم طالبت المؤسسات الدينية في العالم سواء الأزهر الشريف أو الكنيسة القبطية أو الفاتيكان بضرورة وحدة المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب حفاظا على استقرار الأمم ووحدة الشعوب. دعا رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان إلى ضرورة تضافر الجهود في مكافحة الإرهاب والتصدي بحزم للجماعات الظلامية التي تهدف لتشويه صورة الإسلام. وفي كلمة له خلال جلسة البرلمان العربي، نعى الجروان شهداء مصر الذين سقطوا في ليبيا ضحايا للعصابات الإرهابية الجبانة، داعيا جميع دول العالم لأن تتخذ من الإجراءات الفعالة ما يكفل القضاء على تلك الجماعات الإرهابية المجرمة. وقال الجروان كذلك إنه لا تكفي كلمات الشجب أو الإدانة، وإنما يجب التعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يثبت أنه وراء هذه العمليات، مشيرا أيضا إلى أن البرلمان العربي يتابع التطورات في مصر بعد استكمال بناء مؤسساتها الدستورية. نفذت القوات البحرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية الملكية السعودية التدريب البحري المشترك
مرجان 15. يستمر التدريب لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بمشاركة العشرات من الطرازات والقطع البحرية وعناصر من الوحدات الخاصة لكلا الجانبين. تضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عمليات بحرية مشتركة لكلا الجانبين لتأمين نطاق البحر الأحمر باعتباره ممرا دوليا لحركة النقل البحري ولحماية الأهداف الاقتصادية والبحرية والساحلية. شهد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب توقيع التوافق المبدئي حول مشروع تطوير منطقة ماسبيرو. جاء توقيع الاتفاق بين أهالي ماسبيرو والمستثمرين والملاك والحكومة بعد إجراءات استمرت 6 أشهر. وأشار محلب إلى أنه سيتم تكليف مكتب استشاري ذي خبرة لوضع تصور لإعادة تخطيط المنطقة وتطويرها إلى قطاعات سكنية واستثمارية وخدمية. وللمزيد هذا، وقام رئيس الوزراء بإصدار مجموعة من القرارات تتعلق بالأمن القومي وتأمين محور قناة السويس والأبنية التعليمية، حيث أصدر المهندس إبراهيم محلب قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات تتولى دراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومي على نحو يمنح المحاكم صلاحية البت في إزالة ما يبث على شبكة الإنترنت من جمهورية علاقة بالإرهاب. كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإنشاء إدارة عامة بوزارة الداخلية لتأمين محور قناة السويس على أن يصدر وزير الداخلية يصدر القرارات اللازمة لتنظيمها. إضافة إلى ذلك، أصدر المهندس إبراهيم محلب قرارا بالموافقة على قبول الهيئة العامة للأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم التبرع المقدم من جمعية المشاركة الشعبية لصيانة بعض المدارس الحكومية في منطقة السيدة زينب وعابدين بقيمة إجمالية تبلغ 8,480,349 جنيها. كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بالموافقة على قبول وزارة الآثار المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة إعمار متحف الفن الإسلامي جراء انفجار يناير 2014. وللمزيد من المتابعة معنا من مقر مجلس الوزراء مراسل النيل الزميل أحمد أبو الحسن. أحمد، أرجو أن توضح لنا أبرز ما تناوله نشاط السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم وأهم القرارات التي خرج بها من اجتماعات اليوم. يعني في البداية تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أصدر اليوم العديد من القرارات الهامة، نستطيع أن نذكر البعض منها. هناك قرار بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة المنوفية، هذه يعني إحدى القطعتين لصالح هيئة الأبنية التعليمية والقطعة مديرية الأمن بالمحافظة. هناك قرار آخر أيضا وهام، وهو بقبول وزارة الأثار المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرها 49,800,000 جنيه لإعادة إعمار وإعادة صيانة متحف الفن الإسلامي. هناك أيضا قرار من السيد رئيس الوزراء لهيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بقبول التبرع المقدم من إحدى الجمعيات، وهي جمعية المشاركة الشعبية المجتمعية التي يعني تريد أن تتبرع بمبلغ ما يقرب من 8,500,000 لإعادة وصيانة وتطوير بعض المدارس الحكومية وعددهم 14 مدرسة بمنطقتي السيدة زينب ومنطقة عابدين. هناك قرار هام للسيد رئيس الوزراء اليوم أيضا، وهو قراره بتشكيل لجنة برئاسة السيد وزير العدل وممثلين عن بعض الوزارات المعنية الأخرى. هذا القرار أو هذه اللجنة تختص بوضع يعني تعديلات تشريعية في القوانين بحيث تسمح للمحاكم أن تحكم بالبت في إزالة كل ما يتعلق بالبث على شبكة الإنترنت بجمهورية مصر العربية، ولكن فيما يتعلق بالإرهاب فقط، حرصا من الدولة على ألا يعني تتعرض لحرية المواطنين. هناك أيضا يعني
قبول. هناك أيضا شهد المهندس إبراهيم محلب أيضا اليوم توقيع التوافق المبدئي بين الأهالي والمستثمرين والملاك بمنطقة مسبيرو لإعادة تطوير هذه المنطقة. وحسب الحصر الذي ذكر أن هذه المنطقة تحتوي على 3100 أسرة بالإضافة إلى 857 محل تجاري. السيد المهندس إبراهيم محلب صرح بأنه لأول مرة يتم تطوير منطقة عشوائية في مصر بالتوافق المجتمعي بين الحكومة والأهالي. لعله يكون خبرا سارا هذا الخاص بمربع مسبيرو المجاور لنا هنا في التلفزيون. أشكرك شكرا جزيلا مراسل النيل أحمد أبو الحسن من رئاسة مجلس الوزراء. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس النواب بلغ منذ فتح باب الترشح وحتى مساء أمس الاثنين 4782 شخصا. وأوضحت اللجنة أن توزيع المرشحين جاء على النحو التالي: 3338 مستقلا و 1444 من المنتمين للأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمقاعد المخصصة للقوائم فقد تقدم حزب النور بقائمة عن قطاع غرب الدلتا والذي يضم محافظات الإسكندرية مرسى مطروح والبحيرة. بانوراما النيل لازالت تتواصل معكم مشاهدينا، وفيها بعد فاصل الاقتصاد. ساحة الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس تتزين للاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 17 من فبراير التي أطاحت بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي. مقابلة مع إذاعة أوروبا الأولى الرئيس السيسي يؤكد أن مصر حريصة على إقامة علاقات وثيقة مع كل دول العالم. قداس بالكاتدرائية لتأبين شهداء الوطن في ليبيا والبابا توادروس يقول إن التحرك العسكري أثلج صدور المصريين. الإفراج عن 21 صيادا مصريا كانوا محتجزين في مصراتة الليبية بعد دخولهم المياه الإقليمية بطريق الخطأ. مرحبا بحضراتكم من جديد، أتصور أنه هذا موعد النشر الاقتصادي. صحيح، ويسحبنا فيها محمد شعبان. إليكم. شكرا للزملاء. مشاهدين الكرام، هذه وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل: الاستثمارات الأجنبية ترتفع في الربع الأول إلى 1,800,000,000 دولار، ووزارة الاستثمار تؤكد أن بنوكا متخصصة تدرس مشروعات المؤتمر الاقتصادي. أهلا بكم مجددا. وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة نوبل إنرجي الأمريكية عقد استيراد 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من إبريل المقبل ولمدة 2 عامين. وقالت وزارة البترول إن الفترة المقبلة ستشهد توقيع باقي عقود توريد شحنات الغاز المسال مع الشركات الفائزة بالمناقصة العالمية التي طرحتها إيجاس. وأشارت الوزارة إلى أنه سبق التعاقد على استيراد 6 شحنات من الغاز المسال من سوناتراك الجزائرية خلال 2015 و33 شحنة من ترافيجورا العالمية خلال عامي 2015-2016 استعدادا لفصل الصيف. وصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الملحوظ لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع جماعية من صناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب على الأسهم الكبرى والقيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.5 مليار جنيه ليبلغ مستوى 517 مليار و100 مليون جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 751 مليون و200 ألف جنيه. قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها تعمل على تسريع تطبيق مشروعي تجميع المخلفات وبقايا الطعام وتحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار حتى يحصل في مقابلها المواطن على سلع تموينية مجانية. وأوضح وزير التموين خالد حنفي أن المشروع الأول يتضمن قيام المواطن بتصنيف مخلفات المنزل في أكياس معينة، ومن خلال المشروع الثاني سيقوم المواطن بتسليم الزيت المستعمل للبقالة. وأضاف حنفي أن الهدف من المشروعين هو زيادة دعم الأسرة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب والحفاظ على البيئة وتوفير السولار والأسمدة العضوية بكميات كبيرة. كشف رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي أنه تم إصدار 10 تراخيص لجمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث تبلغ محفظة التمويل المقدمة منها نحو 0.5 مليار جنيه. وأضاف أن 15 جمعية ومؤسسة تم الترخيص لها منذ صدور القانون بالإضافة إلى شركة واحدة. وتوقع رئيس الرقابة المالية أن يرتفع العدد إلى 30 جمعية ومؤسسة أهلية وشركة بنهاية فبراير. قال وزير الاستثمار أشرف سلمان إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 1.8 مليار دولار مقارنة ب4.2 مليار دولار تمثل إجمالي العام المالي الماضي. وأضاف سلمان أن هناك بنوكا متخصصة تدرس مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادية، مشيرا إلى أن الكونسيرتوم الفائز بتصميم مشروع محور قناة السويس سيبدأ في عرض نتائج التصميم العام على الحكومة بنهاية فبراير الجاري ليتم عرضه في المؤتمر. وأوضح وزير الاستثمار أن الملامح العامة لقانون الاستثمار الجديد هي تبسيط الإجراءات ووضع آلية لفض المنازعات والخروج الآمن من السوق وسرعة إنهاء الأعمال. تعتزم الحكومة طرح نحو 70% من المرحلة الأولى للبرنامج القومي لاستصلاح 4 ملايين فدان والبالغ مقدارها 1 مليون فدان على المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل. المحللون أشاروا إلى ضرورة عمل منظومة صناعية متكاملة تعتمد على الزراعة في تلك المناطق من أجل جذب السكان. 1 مليون فدان للاستصلاح الزراعي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قائمة أولوياته منذ انتخابه، وذلك ضمن البرنامج القومي لاستصلاح 4 مليون فدان في 11 منطقة في الصحراء الغربية. احنا لازم نزرع مش 1 مليون، الـ4 اللي وعد بيهم السيد الرئيس، ونحط مصانع تشتغل من المنتجات اللي هتطلع من الأرض دي. وكمان مش عايزة أهمل الصيد، صيد الأسماك ومصانع عليها برضو، لأن ده هيؤهلنا أولا إن احنا نبني مدن جديدة، نحرك الناس تسكن في الأماكن دي، فدي هتشغل عدد هائل من الشباب، هائل، هتدي إمكانيات إن انت تصنع عدد هائل من الصناعات، هتقدر تصدر، هتقدر تكفي مش عارفة مش احنا بس من الغذاء، انت تقدر تكفي دول كتيرة في عندها مشاكل في الغذاء. الحكومة أعلنت أن 25% من المساحة المنزرعة سوف يتم تخصيصها للشباب، مشيرة إلى أن 80% من 1 مليون فدان ستعتمد زراعتها على المياه الجوفية. تم تقسيمها بطريقتين، جزء منها هيروح للشباب، تقريبا حوالي 400 ألف فدان هيروحوا للشباب بواقع 5 فدان لكل شخص، بس في إطار جمعيات تعاونية، يعني الفرد مش هياخد ال5 فدادين ويعيش مع نفسه، لا هيبقى في إطار جمعية تعاونية، كل 100 شاب هياخدوا حوالي 5000 فدان، ال5000 فدان دول هيبقوا أو 500 فدان عفوا، 500 فدان دول هيبقوا وحدة إنتاجية واحدة بتتيح يعني التشغيل الاقتصادي وبتتيح عملية الإنتاج الكبير. وتعتزم مصر عرض ما يقرب من 70% من أراضي المشروع على المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ بعد إقامة البنية التحتية واختبارات التربة للتأكد من صلاحية المشروع للزراعة. أشرف إبراهيم، النيل.
أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية للطاقة أن البلاد تخطط لمضاعفة إنتاجها من البنزين ووقود الديزل مع بدء تشغيل 3 مصافي نفطية جديدة في 2018، ومن المتوقع أن تنتج المصافي 3 الجديدة 9 ملايين طن من الديزل و4 ملايين طن من البنزين سنويا، في حين تنتج الجزائر حاليا نفس الكمية من وقود الديزل والبنزين. وتصدر الجزائر العضو بمنظمة أوبك منتجات نفطية مقررة عديدة، لكنها تستورد أيضا البنزين ووقود الديزل نظرا للطلب المحلي المتنامي. أعلنت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق لن يقدم مزيدا من التمويل لليونان إذا لم تحرز أثينا تقدما في الإصلاحات. يأتي ذلك في حين أمهلت منطقة اليورو أثينا حتى نهاية الأسبوع لكي تطلب تمديد برنامج المساعدات، وذلك في ختام اجتماع جديد عقد في بروكسل وانتهى برفض أثينا الطلب الأوروبي بمواصلة تطبيق خطة الإنقاذ المالي بدون أي تغيير. يشار إلى أن خطة الإنقاذ المعمول بها حاليا ينتهي أجلها نهاية الشهر الجاري، ما يضغط على وزراء مالية اليورو للتوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن. إلى هنا تنتهي هذه الوقفة الاقتصادية، وعودة إلى الزملاء لاستكمال بانوراما النيل. شكرا لك محمد. تشهد ساحة الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس استعدادات ضخمة للاحتفال بالذكرى 4 لثورة 17 من فبراير والتي أطاحت بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي. لا زالت ليبيا تعاني رغم مرور 4 سنوات على الثورة من انقسامات حادة بسبب ازدواج السلطة فيها وانتشار الجماعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيم داعش. استعدادات كبيرة تشهدها ليبيا للاحتفال بالذكرى 4 الثورة في ليبيا التي أطاحت بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي. وقع الاختيار على ساحة الشهداء في طرابلس لتكون موقع الاحتفال، حيث كانت انطلاقة الانتفاضة عن النظام القذافي، وكان يطلق عليها اسم الساحة الخضراء في عهد القذافي الذي كان يلقي خطبه الطويلة من هناك. الليبيون عبروا عن آمالهم في استقرار الوضع وانتهاء التناحر بين الفصائل المختلفة في ليبيا. الذكرى 4 لهذه الثورة نتمنى حقيقة أن يلم الشمل جميع الليبيين، وفي نفس الوقت أن ينتهي نزيف الدم في جميع المناطق والمدن الليبية. في نفس الوقت نتمنى أن ليبيا تكون دولة حقيقة ليشهدها كل الليبيين وكل الشهداء اللي ضحوا من أجلها. آملين من الله العلي الكريم أن يكون السنة القادمة يعني أفضل حال، وأن يكون في توافق بين الليبيين فيما يتعلق بالمجال السياسي وفيما يتعلق وما يخدم المصلحة ليبيا، والتباعد عن كل تجاذبات سياسية. انطلقت في عام 2011 في شرق البلاد مستهلة ثورتي تونس ومصر لتمتد لاحقا لبقية أنحاء البلاد، حتى سقطت العاصمة طرابلس في أيدي قوات المعارضة. وقتل القذافي في أغسطس من نفس العام بعد أن هرب من مسقط رأسه في سرت التي تحصن فيها بعد سقوط طرابلس. ولا تزال الفوضى تعم أنحاء ليبيا رغم مرور 4 سنوات من الانتفاضة، خاصة في ظل ازدواج السلطة بالبلاد، حيث يوجد حكومتان وبرلمانان في الوقت الذي تتسارع فيه عدة فصائل مسلحة على النفوذ والسلطة وعائدات النفط، ما أدى لتسلل تنظيم داعش الإرهابي مقتنسا فرصة للاضطرابات ليعزز من سطوته في مناطق متفرقة من البلاد، وهو ما استدعى تدخل سريع من الجيش الوطني أملا في دحر نفوذ عناصره الإرهابية. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري استعاد السيطرة على عدة قرى شمال حلب وأغلق طريق إمداد رئيسي يؤدي إلى المدينة. وكان 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال قد قتلوا جراء قصف صاروخي نفذته قوات سورية معارضة على حي السريان الخاضع لسيطرة الحكومة في مدينة حلب. وأضاف المرصد أن العدد مرشح للزيادة لوجود حالات حرجة. بانوراما النيل متواصلة مع حضراتكم، وفيها بعض الفاصل. بروتوكول بين مجلس الدولة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتعزيز التعاون في مجالات البحث.